وسط عام 2015 انقطعت الطريق الوحيد التي يتم من خلالها إيصال الوقود من شرق حلب إلى المناطق في شمال سوريا، مناطق شمال سوريا التي تعمل فيها المشافي لتقديم خدمات الرعاية الأولية بالإضافة لمراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتنقلة. كونه نحن نشتغل بحواضن، تقريبا عندنا 6 حواضن بالقسم. الكهرباء ضروري جدا للحاضن بالاخص، ولازم تكون متوفره يعني بشكل مستمر، يعني الكهرباء باستمرار، لانه اذا انقطعت ولو لنص ساعه ممكن الحاضنه تخرب، ممكن طفل بحاجه للكهرباء للتدفئه للعنايه فيه. لذلك نحن بحاجه لكهرباء مستمره 24 ساعه. هذا الموضوع وهذا المعكس الخطير نتيجة انقطاع الوقود دفع للتفكير ببدائل الطاقة، دفع للتفكير بمصدر مستمر للطاقة يمكن من خلاله الاعتماد على استمرار الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية. المشروع الذي يتألف من 480 لوح طاقة شمسية، 288 بطارية، بالإضافة إلى منظومة تحكم متقدمة. طبعا المواد متضمنة الألواح وقواعد الألواح، بالإضافة لمنظومة التخزين والإنفرترات، أيضا كابلات التوصيل والإكسسوارات الخاصة بالتركيب، بالإضافة إلى منظومة الحماية من السواعق. بالتوازي مع تلك الأعمال يتم ونقوم بمتابعة إنشاء الغرف الخاصة بمنظومة التخزين والتحويل والتحكم. طبعا كل ذلك تم وفق أعلى معايير الجودة المتبعة في أنظمة الطاقة الكهروضوئية الفوتوفولتيج. بعد أكثر من عام من التصميم والتخطيط، 100 يوم كانت كافية لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية. عندما تأتينا حالات إسعاف نخاف من انقطاع التيار لأسباب متعددة، انقطاع وقود، توقف مولي دون الفاتش عنه، فمثلا مريض المنفس لا يحتمل انقطاع التيار أبدا. أما بعد تشغيل نظام الطاقة الشمسية فقسم الإسعاف بكافة أقسامه سيعمل دون توقف حتى لو انقطع الوقود.